عليكم طلبة وطالبات، نعود من جديد إلى محاضرة أخرى حول الفلسفة والأدب تتمة للمحاضرة السابقة. وطبعا كنت قد أنهيت بفكرة حول تصور بيير ماشيري للعلاقة بين الفلسفة والأدب، وطبعا أهمية الفلسفة الأدبية كمنهج يقترحه بيير ماشيري لقراءة الإبداعات الأدبية في الكتاب الذي أشرت إليه، وهو بما يفكر الأدب تطبيقات في الفلسفة الأدبية. وطبعا الخلاصة الأساسية للمحاضرة السابقة كانت تتعلق بكون أن الفلسفة الأدبية يعني تنظر إلى النص الإبداعي باعتباره نصا يعني منفتحا، نصا مرنا، نصا يعني قابلا لتأويلات عديدة، وبالتالي ليست هناك حقيقة واحدة في العمل الإبداعي وفي المنهج الذي يتبناه بيير ماشيري الذي سماه بالفلسفة الأدبية. يعني فيه انتقاد واضح لفكرة الحتمية أو الحقيقة الواحدة داخل النص، أي ليس هناك بشكل حتمي مجرد حقيقة واحدة يجب أن نعتمد على منهج معين، المنهج المادي التاريخي أو المنهج التحليل النفسي أو المنهج الاجتماعي أو المنهج الوظيفي أو البنيوي أو شيء من هذا القبيل، لكي نقول بأن هذا المنهج بإمكانه أن نصل إلى الحقيقة الموجودة في النص. وكأن المبدع يعني حينما أراد أن يبدع عملا فإنه خطط لوضع حقيقة معينة، وأن ما على المنهج المستعمل إلا أن يستخرج لنا هذه يعني الحقيقة الموجودة في النص الإبداعي. وبالتالي فالنص سيموت بمجرد الوصول إلى هذه يعني الحقيقة. هذا شأن العلوم الحقة التي نبحث فيها عن موضوع نبحث عن الحقيقة المتعلقة بهذا الموضوع. والمناهج التي ينتقدها بيير ماشيري يعني ينتقدها بناء على هذه الفكرة، ويحاول أن يبين أن الفلسفة الأدبية هي أوسع من أن تكون مجرد منهج للبحث عن حقيقة كامنة في النص، وبالتالي نرمي بالنص إلى الجانب، يعني نتخلى عن النص ولن نهتم به من بعد. وواقع الحال بالنسبة للفلسفة الأدبية يعني هي تريد أن تدافع عن عكس ذلك اعتمادا على رؤية تأويلية تجعل من النص كما قلنا نصا مرنا، نصا مفتوحا، ونص قابل لتأويل وقابل لقراءات عديدة. وواقع الحال يقول طبعا على أن النصوص الإبداعية الكبرى دائما تخضع لقراءات عديدة، سواء في أزمنة مختلفة أو في سياقات مختلفة، فحتى في نفس السياق ربما من شخص إلى آخر أو من مجموعة إلى أخرى قد يكون هناك نوع من التلقي ومن التأويل. وهذه خصوصيات الأعمال يعني الأدبية. ولبلورة هذا المنهج الذي سماه بيير ماشيري بالفلسفة الأدبية، طبعا هو قدم مجموعة من الدراسات هنا في هذا الكتاب، دراسات عديدة حول نماذج من الفلاسفة ومن الأدباء. هذا اللي سماه متخيل كوسموبوليتي، فكر مدام دو ستايل، فكر مدام دو ستايل. هذا كنت قد أعطيتكم هذا المطبوع، ولكن هناك نصوص أخرى هنا في هذا الكتاب أدعوكم للعودة إليه، موجود في الكتاب في الإنترنت. دراسة حول جورج ساند، هناك دراسة حول فيكتور هيغو، صورة الإنسان السفلي، ويتناول فيها طبعا رواية فيكتور هيغو البؤساء ويطبق عليها هذا المنهج. هناك عودة إلى جورج باتاي، هناك إشارة إلى فلوبير، و
روسل وفوكو قارئا لروسل إلى غير ذلك. فهو حاول أن يستثمر هذا المنهج في بعض الأعمال الإبداعية. لن أتناول كل هذه الأمور طبعا، فسأكتفي الآن بالإشارة إلى مدام دوستايل باعتبارها، حتى فيكتور هيوغو مهم جدا في هذه النقطة التي أريد أن أشير إليها المتعلقة باستثمار الأسس الفلسفية لفلسفة التنوير، لأعطي فهذا هذه المحاضرة على المحاضرات السابقة المتعلقة بالتنوير الفلسفي، فهذا يندرج أيضا في التنوير يعني الأدبي بطريقة أو بأخرى مع مدام دوستايل، إن كان طبعا تصورها طبعا كان نقديا أيضا لبعض فلاسفة التنوير، وهذا شيء عادي جدا، لكن فكرتها يعني المهمة، وأنتم كما قلت تلاحظون هنا قلت كوسموبوليت، الإنسان الكوسموبوليتي، هي ترجمة لكوسموبوليت اللي هي كوني، يعني الكوسموبوليتي هو الإنسان الكوني. هذا المفهوم الذي تبلور في فلسفة التنوير، وإذا عدتم إلى المحاضرات الأولى التي المحاضرة الخامسة على ما أعتقد، التي فيها إشارة إلى خصائص الفكر التنويري، أشرت إلى فكرة الكونية، وفكرة الكونية هي فكرة أساسية في فلسفة التنوير. ومدام دوستايل يعني أهم ما قامت به في أعمالها الإبداعية هي استثمار هذه الفكرة، فكرة الكونية، فكرة الإنسان يعني الكوني، لأن صيرورة هذا التطور أو تطور العقل البشري بالنسبة لي إذا استعملت لغة هيجل، فتنحى نحو الكمال، نحو الكمال، نحو أن ندرك نوع من القيم الكونية يعني المشتركة. ومدام دوستايل كانت منشغلة بفكرة أساسية تتعلق بفكرة الهوية، وهذه المرحلة التي عاشت فيها مدام دوستايل يعني كانت مرحلة صراعات قومية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وطبعا الامتداد لصراعات يعني طبعا في أوروبا، ليس المجال هنا للإشارة إليها، ولكن كانت مدام دوستايل تحاول أن توظف الأدب من أجل أن تجيب عن إشكال أساسي، إشكال متعلق بالهوية الثقافية. كاين صراعات قومية، هناك الحديث عن الهوية القومية وكيف يمكن أن نبني هذه الهوية القومية، وكيف يمكن للأدب أن يلعب دورا أساسيا في تشكيل هذه الهوية الثقافية، هذه الهوية يعني القومية. ألور، ولهذا فلم يكن اهتمامها بالمشروع الفلسفي النظري لإيمانويل كانت مثلا ولغيره من الفلاسفة التنويريين بهدف التفلسف معهم، وقدر ما كان هدفها هو محاولة استثمار يعني أفكارهم من أجل أن تبني تصورا لطبيعة العلاقات التي يجب أن تكون بين هذه التشكيلات الثقافية، هذه الهويات التي كانت تخترق يعني المجتمع يعني الأوروبي. وبالتالي فالسرد الخيالي الذي اعتمدته كانت من خلاله تحاول أن تدافع عن أفكار تنويرية، أهمها فكرة المواطن الكوني وفكرة يعني فكرة الهوية الكونية التي لا تتعارض مع الهويات يعني الخصوصية. وبالتالي فمفهوم الهوية بالنسبة لمدام دوستايل ليس مفهوم جوهراني، مفهوم يعني مرتبط بجماعة معزولة عن ذاتها، أو أن هوية خالصة يعني لا علاقة لها بالهويات الأخرى، بقدر ما أنها كانت تفضل الحديث عن الهوية المركبة. هذه فكرة مهمة جدا نجدها في الفلسفة المعاصرة مع فيلسوف كبير مثل أمارتيا سين، الهوية المركبة من جهة،
والهويات الدينامية، ليست هناك هوية ثابتة بقدر ما أن هناك هوية، يعني هي بشكل دائم وبشكل دينامي، وأيضا هي مركبة من هوية، من ثقافات مختلفة. مثلا حينما نتحدث عن الهوية المغربية فهناك روافد متعددة، وحتى الدستور المغربي يعترف بذلك الآن. فهذه الروافد تخلق يعني هوية مركبة، وبالتالي فمدام دوستويل أخذت هذا المفهوم وحاولت أن تستثمره في الأدب، وخاصة مفهوم سمته بدرجة يعني الاكتمال. هذه درجة الاكتمال يعني هي ليست نهائية بقدر ما أن هذه الهوية هي دائما في تشكل انطلاقا من هويات مختلفة. ولهذا فنجد في أعمالها الأدبية والإبداعية عموما طبعا شخصيات متداخلة بين الشخصيات في المسرحيات مثلا الفرنسية وإنجليزية وإيطالية، وهذه الشخصيات التي تلعب أدوار، يعني نفس الشخصية قد تجدها تلعب أدوار متعددة، تعبيرا من مدام دوستويل على أن مفهوم الشخصية ومفهوم الهوية الشخصية هو مفهوم، يعني مفهوم مركب يصعب أن نحسم فيه وأن نقول أنه يعود إلى هذه الهوية. وهذا كان طبعا هاجس مدام دوستويل أن توظف الفكر والأدب من أجل أن تجيب عن تحديات تواجه يعني المجتمعات، أو المجتمعات آنذاك التي كانت يعني الجو العام وجو فيه صراعات يعني قومية. وبالتالي فاختلاف الثقافات بالنسبة لمدام دوستويل لا يعني انغلاق هذه الثقافات على ذاتها، ولا يعني انعزالها، بقدر ما أن الاختلاف قد يولد تلاقح، وقد يولد نوع من التكامل بين هذه الثقافات. وبالتالي فمهمة الأدب هو أن يؤكد هذه الفكرة المتعلقة بتبادل، تبادل الثقافات، تداخل الثقافات، اعتراف المتبادل بين هذه الثقافات لأن جذورها متداخلة فيما بينها. وبالتالي فهي تريد أن تخفف بتصورها التركيبي للهوية من حدة الصراعات التي كانت يعني قائمة من أجل زرع قيم. وبالتالي فهنا مفهوم الأدب عند مدام دوستويل لا يختلف عن مفهوم الأدب يعني في القرن الثامن عشر، باعتباره له وظيفة تربوية، مع ليسينغ مثلا كما سنعود في المسرحيات، له وظيفة تربية الجنس البشري بلغة مدام بلغة ليسينغ أيضا، يعني تربية نقل القيم الأخلاقية والمعرفية والقيم الإنسانية. وبالتالي فهذه المهمة للأدب لا تختلف عن المهمة التي يعني كانت للفلسفة في عصر التنوير، والتي نجد لها يعني امتدادا لدى مدام دوستويل. نعم، فلهذا قلت فالنموذج الذي أنا الشخصية التي يمكن أن تعود إليها في هذا المقال سماتها شخصية كورين. شخصية كورين هي شخصية تعكس هذا التعدد، تقول أنها هي إنجليزية إيطالية، تمزج بين طبائع الشمال والجنوب. طبعا فهذا الصراع أيضا بين الشمال والجنوب كان دائما في أوروبا. وبالتالي فمدام دوستويل كانت تحاول دائما أن ترسم شخصيتها بشخصيات متعددة الأبعاد لتعكس هذا التنوع وهذا يعني التعدد في الشخصية. مفهوم آخر أو فكرة أخرى تحضر لدى مدام دوستويل في أعمالها سمته الجمع بين العام والخاص، وهذا الجمع بين ما هو عام وبين ما هو خاص، لهدف ما تسعى من خلاله إلى الوصول إلى أفق لتواصل يعني ثقافي بين مختلفات يعني ثقافات الشمال وثقافات يعني الجنوب. مفهوم الغيرية كمفهوم أساسي بدأ تطرحه يعني مدام دوستويل في مشروعها الإبداعي للاعتراف بهذا الغير، هذا الغير سواء كان شمال أو جنوب،
وفي نهاية المطاف هو إنسان بالنسبة لي لمدام دو ستايل وبالنسبة للفكرة يعني التنويري، وبالتالي فما كان يهمها من كانت عقله النظري، إنما فقط المشروع المرتبط ب يعني الفلسفة العملية، الفلسفة الأخلاقية التي من خلالها يمكن أن نؤسس لنوع من التواصل والتكامل بين الثقافات. لذا أقرأ هنا باختصار شديد يعني أطروحة مدام دو ستايل حتى ألخصها هنا بشكل جيد. فما كان يهم مدام دو ستايل ليس هو تناول هوية بعينها، بل هو التواصل بين مختلف الثقافات، وهذا التواصل يفترض أن يكون هناك خلط بين هويات متعددة على الأقل أكثر من هوية واحدة. وبالتالي فتوصلت إلى فكرة مفادها أنه لا يمكن أن تكون هناك هوية ثقافية إلا داخل هذا النظام من العلاقات المعقدة التي تجمع بين ثقافات متعددة بمختلف فروعها وتناقضاتها، على أساس أن هذه الثقافات تسعى إلى نزعتها الكوسموبوليتية. يعني نحاول أن نستخرج من هذه يعني الثقافات هذا المنحى الكوني لكي تلتقي في تصور يجعلها في نهاية المطاف أن تتعايش، أو ما يسمى الآن بثقافة العيش المشترك أو فلسفة العيش يعني المشترك. هذه الفلسفة التي هناك نقاش كبير حولها الآن نجد لها جذور أساسية ومهمة لدى مدام دو ستايل. وبالتالي أي زعم بأن هناك هوية مستقلة خالصة فهذا مجرد وهم بالنسبة لمدام دو ستايل. وطبعا نعرف أن خطورة أفكار هذه النزاعات العرقية التي أعطتنا طبعا هتلر، وأعطت الحرب العالمية الثانية، وأعطت أيضا نزاعات يعني خطيرة جدا حتى في إيطاليا وفي أوروبا عموما. وطبعا ملامح هذا الأمر قد نجدها إذا فهي فقط كامنة، يمكن أن تظهر في أي لحظة. وبالتالي ففلسفة التعايش لمدام دوستايل ليس فيها أي إقصاء لأي هوية، ولكن مفهوم درجة الاكتمال يعبر عن هذا الطموح لتحقيق نوع من التكامل بين هاته يعني الثقافات، دون تقليل من أي ثقافة أخرى أو دون إقصاء لأي ثقافة أخرى. وهذا جزء من فلسفة الاعتراف بالنسبة لمدام مدام دوستاين. نعم. وهذا مصطلح آخر لدى مدام دو ستايل سمتها بأورجانيزم، يعني العضوانية الثقافية، سمتها العضوانية الثقافية، وفي نوع من تصوير الثقافة بالعضو بالجسم البشري الذي فيه مجموعة من الأعضاء. وطبعا هذه الأعضاء هي تشتغل بشكل جماعي، لا يمكن لعضو أن يشتغل بمعزل عن الآخر، لا يمكن للقلب أن يشتغل بمعزل عن الدماغ أو عن الرئة أو عن الشرايين إلى غير ذلك. وبالتالي فالمجتمع أيضا بثقافته، ثقافات المجتمع هي هذه الأعضاء. وبالتالي فهذه الثقافات أيضا بإمكانها أن تشتغل بشكل متكامل فيما بينها لتصل إلى درجة يعني الكمال. فإذا اشتغلت أعضاء الجسم بشكل سليم ومتواصل فيما بينها طبعا فإن الجسم يكون جسما سليما. كذلك هو الأمر بالنسبة للمجتمع. فإلى أي حد ما أن الآداب يمكن أن يلعب دورا يعني إيجابيا في تحقيق هذا التكامل بين أعضاء المجتمع اللي هي الثقافات المشكلة للمجتمع. وهي اقترعت بهذه الفكرة، فكرة العضوانية الثقافية،
بدل الجوهرانية الثقافية التي تنحى عكس ما تسعى إليه، يعني العدوانية الثقافية أو الثقافية النزعة العدوانية في الثقافة التي تنحى منحا إيجابيا هدفه، وهو طبعا الاعتراف بكل الثقافات وبكل الهويات التي يجب أن تنصهر في بوتقة واحدة، وهي بوتقة يعني المجتمع. وهنا تكمن يعني في نظري القراءة الأساسية. طبعا أدعوكم لربما قراءة أعمال مدام دوستاي لتستخرجوا هذه الخلاصات من فلسفتها أو من إبداعها، الذي لا يخلو من أفكار فلسفية قوية رهانها بناء مجتمع فيه تعايش مشترك، فيه اعتراف، فيه تواصل، فيه طبعا انسجام، مجتمع يعني سليم. وهذا الهاجس الذي كان لمدام دوستويفسكي طبعا مرتبط بطبيعة الصراعات، وبالتالي فهنا الأدب لا ينفصل عن هموم وقضايا مجتمعه، ولا ينفصل عن رسالة معينة يريد أن يؤديها في المجتمع، مثل الرسالة التي كانت للفلسفة في عصر التنوير. وبهذا تكون يعني مدام دوستويفسكي ساهمت في استثمار أفكار فلسفة التنوير في أعمالها يعني الإبداعية. ونفس الفكرة سأحاول أن أتممها مع أيضا ليسينج في المسرح وليس في الأعمال الروائية، إلا أن ليسينج في القرن 18 وليس في القرن يعني 19، وهذا يبين هذا الامتداد لتصور الأدب باعتباره رسالة. وشكرا.